السياسة. اليوم نحب نتوجه بكلمة للشعب التونسي ونقول له مش قال لك هذه رسالة للعالم باش نوري وأن القضية تاع الشعب التونسي هي قضية اقتصادية واجتماعية. هذا اللي قاله لكم بيناتنا في المنيهلة وكنت أنت تنتظر في حلول إجراءات أما ما تعرف. لسنا هنا لتقدير الإجراءات أفضل من النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها، النظر فيما يجب اتخاذه من إجراءات. عاد ما هو القضية تفهمنا اقتصادية واجتماعية، ومن المفروض أنه أي زيارة خارجية تكون فرصة للحديث على البلاد ومشاكلها والترويج لها كوجهة للاستثمار. أما هذا المفروض، أما كيف تبدأ؟ هو يعتبر روحه عنده نبوة، يعتبر روحه عنده رسالة. أو نقول في الحد الأدنى كما قال شفتر ذات مرة قائد أممي، فإنه قضيتك أنت الاقتصادية والاجتماعية تولي ثانوية. في القرون الماضية وفي الأعوام السالفة، لا في ثقب طبقة الأوزون ولا في البقر المجنون ولا في الانحباس الحراري أو نفوق الطيور. فهمتني مالا يا شعب تونس؟ قضيتك اقتصادية اجتماعية بالفلاقي الفقر والخصاصة والتضخم والإجرام والبطالة والدواء والحليب والسكر والزيت المفقودين، وكل زيارة كان من المفروض أنه تكون فرصة للبحث عن حلول لبلادك، حلول واقعية. أما كيف تعتقد يعتبر روحه عنده رسالة؟ فإنه كلامك يكون موجه للإنسانية جمعاء ويولي الحديث على مواضيع أخرى. ونحن نجتمع اليوم في هذه القمة العربية الصينية لنغير هذا الواقع ولنبحث عن مصطلحات جديدة وعن مفاهيم جديدة وعن أفكار مختلفة عن الأفكار التي سادت. حين تكون حامل لهموم شعبك والأحلام وتطلعاته وتكون في سباق ضد الزمن وتستغل كل فرصة لعقد لقاءات مع رجال أعمال ومستثمرين، وهذاك اللي صار الأمانة البارح في واشنطن. مشي سيادته لأمريكا باش يحكي للأمريكان على تاريخهم القانوني والدستوري. وهذه الصورة الجميلة المتعلقة بالموافقة على الدستور الأمريكي في سنة 1787 وبالنسبة لاختيار الشكل الاتحادي للدولة. لا لا خلي عليك السيد المترجم، السيدة في مكتبة الكونغرس قصدت أنه راهو هذاك تاريخنا ونعرفوه، أما مش مهووسين بيه لدرجة أنه نعيش وكان فيه وننساه الواقع والحاضر وما نخموش في المستقبل. هذاك تاريخنا القانوني والدستوري نعرفوه، قريناها قبل، أما نعرفوه أكثر لأن قاعدين نمارسوا فيه يوميا ونحترموا فيه ونطبقوا فيه. أما الأرشيف والتاريخ هذاك اختصاص المؤرخين مش المسؤولين والقادة. لا وبعد يا شعب تونس عادي راهو تلاحظ أني دخلت في موجة متاع يأس كما قال صديقي زهير. بس يا سما أحمد الحباسي اللي الحقيقة والله أنا هاني قاعد نبعث فيكم شوية أمل لما أحمد الحباسي اللي بدأ يدخل في جوجمة اليأس وقت اللي يقول لك معارضة فاشلوا حكام فاشلون فما هو البديل. وإذا كان أنا مأيس من تغيير حقيقي في الوقت القريب فإنه سي مبروك كرشيد حزين أصل. شو بيك اللطف عليك حزين؟ لا والله لا حزين، يعني هو إحنا طبعا كل ولا حزن دائم الحقيقة. ثار بوسع الموت أن يرسم ويشكل وجه الحياة قال الشاعر. طبعا البعض قد يستغرب بل يستكثر علي يأسي وعلى سي مبروك حزنه وعلى الوضع الحالي بذاك التبرير الأخرق هيك العشر سنين اللي تعداه. كلها وذي الحصيلة متاع الوضع الفارض وما نجمش في عام وعام ونص بدل كل شيء. ورينا مؤشر إذا كان هو يستعمل اللي حكمه بعد 2011 قدوة، إذا شنية قوة الحجة اللي عنده باش ينقلب عليهم ولا باش يحط روحه بديل لهم ولا مصحح المسار؟ لأنه في العشر سنين عشر سنين سوداء سوداء على الأخر وخراب ودمار وإرهاب وفساد، ثم ماذا؟ نقبل بكل شيء وبأي شيء بتعالة العشرية؟ ما فهمتش، قاعدين نعاقبوا في رواحنا على خاطر كذبوا علينا وصدقناهم؟ كذبوا عليهم ياسم، يعني لغة الكذب والادعاء ومليان كرشة واسب كل واحد يجيب لهم أسطورة. نعاقبوا في رواحنا على خاطر استغباونا؟ لازم اليوم المواطن التونسي نوضحوا له ويزم نبعدوا على الاستغباء نتاع التوانسة، خاطر الحقيقة فما برشا شعبوية. يا أخي اللي سودوا العشرية ومسؤولين على خراب البلاد في العشر سنين مش معروفين والحل معروف ولا غالط سمير ديلو؟ اللي اخطا سياسيا يحاسب سياسيا وانتخابيا، واللي اخطا جزائيا يحاسب امام المحاكم فمش محاكمه في الجمله، الجريمه شخصيه. يا اخي مش من حقنا نطمح ونحلم بالافضل؟ مش من حقنا يكون فما رئيس نظيف ومثقف مهتم ببلاده ومنفتح يا سيدي على الانسانيه وفي نفس الوقت يكون محاط بالكفاءات، رئيس يتكلم ويفعل وماذا بينا يفعل اكثر من اللي يتكلم، يجمع
معه ما يفرقش، يحاسب المذنب ويقرب منه نظيفه الكوفة. صعيبة معناها الحكاية لهالدرجة؟ أكيد لا، الحكاية أبسط وأسهل، وهو يعلم ونحن نعلم وأنتم تعلمون. يا شعب تونس، خلينا نحاولوا نقيموا الواقع حقيقة ونطويه الصفحة ونمشيوا للمستقبل.